هل تجوز كلمة ألو في الهاتف؟ إنهم يقولون إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى. وجهونا ووجه المستمعين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم حرجا في كلمة ألو، لأن الناس اعتادوها وتعرفوا عليها ولا حرج في ذلك. وكثير من الكلمات العجمية تعرف عليها الناس وسارت بينهم ولا يعرفون ذلك. وإذا قال نعم بدل ألو كله طيب، المقصود أن ألو لا حرج فيها والله أعلم. جزاكم الله خيرا.